انطلقت أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني برئاسة المغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ويشارك في الاجتماع مندوب وممثل الدول العربية وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي ويتضمن الاجتماع كلمات لمندوب وممثل دول الأعضاء بجامعة دول العربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لقد بذلت مصر السيدات والساده منذ اندلاع احداث 7 اكتوبر اقصى الجهد لاحتواء الازمه ومنع اتساعها لجبهات اخرى فواصلت القياده المصريه عبر عشرات اللقاءات والاتصالات اناء الليل واطراف النهار مساعيها الحثيثه لذات الغرض وواد الخطر في مكمنه. وانخرط وزراء الخارجيه العرب في جهد مستمر وتشاور لا ينتهي لصياغه موقف عربي واسلامي جامع على نحو ليس تمخضت عنه قمه الرياض في 11 نوفمبر الجاري. ان موقف مصر القوي والواضح الذي لا مواربة فيه اكد بجلاء ان مصر رفضت وسترفض رفضا قاطعا اي محاوله اثمه لتصفيه القضيه الفلسطينيه عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني باي صوره كانت، فما دون ذلك الكثير والكثير من التبعات لمن يعقل الامور ويستبصر نتائجها. هذا الموقف هذا الصمود اثبت الفلسطينيين انفسهم انهم الاحرص عليه وانهم يفضلون الموت على ارضهم دون النزوح عنها. وما تزال اسرائيل تسعى لتكرار سيناريو نكبه فلسطين. من خلال التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني مره اخرى من بلادهم، وقد ادى العدوان الاسرائيلي حتى الان الى تهجير 1.7 مليون فلسطيني داخل قطاع غزه، وهنا نحذر من نوايا ومخططات اسرائيل المستمره لتهجير القسري او النقل الجبري للشعب الفلسطيني خارج ارضه. والحال في الضفه الغربيه المحتله ليس افضل مما عليه الحال في قطاع غزه. فكل يوم يقتحم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحملات ارهابيه بشعه المدن والقرى والمخيمات الفلسطينيه ويقتل ويصيب ويعتقل المئات ويهدم المباني والبنى التحتيه ويحرق الاشجار والممتلكات ويزيد وتيره الضم والاستيطان الاستعماري ويعمق نظام الفصل العنصري الاجرامي. وفي القدس تستمر حملات التهويد والتهجير والقمع والقتل الرهيبة بلا هوادة ويستمر حصار المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه ممن تقل أعمارهم عن ستين عاماً ويستمر اقتحامه اليومي بمئات المستوطنين الإرهابيين ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً